السلام عليكم. اليوم غادي نشوف واحد الفيلا كتبعد من سونتر فيل ب 5 كيلومتر. هذه الفيلا فيها 800 متر، بنيه فيها واحد 500 تقريبا ديال الباتي. غادي ندخلوا على بركه الله. هذا لونطري ديال الكراج و لونطري برينسيبال ديال الفيلا. بالنسبه للفيلا خصها شويه ديال الاصلاحات كما غادي يبان لكم في الفيديو. بالنسبه لونطري الكراج هو هذا، كنقدر ندخل الطوموبيل حتى للكوزينه اللي هي اون فاس ديالنا، وعندنا لا فيلا هي هذه، فيها ثلاثه ديال اربعه ديال الفرصادات في الارض ديالها. عندنا لا بيسين في لونطري، وعندنا البير على اليسار ديالي من هذه الجهه. نشوفوا جهه لا بيسين على بركه الله. لا بيسين خاصها شويه ديال الاصلاحات كما قلت لكم. الفيلا خاصها الاصلاحات، فيه 8 متر ونص ديال الطول على 4 متر، اولا 8 قول 8 على 4 هي 40 متر، ممكن نزيدوا فيه. بالنسبه لهنا عندنا واحد ليسباس فيغ زوين بزاف. لا فيلا هي هذه، خاصها بين 50 حتى 70 مليون ديال الاصلاحات هذه الفيلا هذه، وغادي ترجع ان بيجو في سونتر فيل في ريزيدونس اون بلوس. هذا لوكال تكنيك ديال الفيلا هو هذا. ندخلوا على بركه الله، نشوفوا هذه الجهه الاخرى ديال الفيلا. ندوروا على الفيلا، بالنسبه للفيلا عندها واحد لونطري اخرى من هنا، من هذه الجهه هذه، فيها 6 ديال الغرف، فيها وحده في لغيت شوسي وثلاثه ديال الصالونات. عندنا واحد البتي سوسول هنايا، ممكن اميناجيو كي بغينا. بالنسبه للسوسول ممكن اميناجيو كي بغينا هذا السوسول. هذا السوسول هو هذا، خاصو واحد شويه ديال الاصلاحات، فيه جليج خاصو واحد شويه ديال الاصلاح. غادي نمشيو نديرو واحد لونطري اخرى من الجهه الاخرى. هذه هي لونطري اخرى، على بركه الله غادي ندخلوا الفيلا من لونطري ديالها. وهذا هذا هو لونطري ديال الفيلا على بركه الله. لونطري هو هذا، فيها الزواقه. كي تندخلوا على اليمين ديالي كاين صالون مغربي، هو هذا، وعنده ثلاثه ديال جوج واجهات على جهه لابيسين وجهات الجرده من الجهه ديال اليمين. وعندنا شيميني، وعندنا هاد الهول هذا كبير، وعندنا صالون اخر هو هذا. الفيلا مضويه مزيان، عندها اربعه ديال الفرصادات وتتقبل جهه السود او الجنوب اللي كتبقى فيه الشمس مزيان. على اليسار ديالي مباشره ملي كنفوت الصالونات كاينه لا كويزين، وهاد لا كويزين هادي عندنا لونطري من جهه الكراج مباشره. عندنا هنا واحد البيت كان هنايا محيدين ودايرين فيه سالامونجي اكتويلمون قدام لا كويزين. بالنسبه للكوزينه هي هادي، بالنسبه لا كويزين هي هادي، الدخله هي هادي ديال الطوموبيل. لا كويزين خصها الاصلاحات كما كيبان لكم هنايا، ممكن نصلحو على قد جيبنا، ممكن نخليو الرخام ونخليو الرخام ديال هاد لي لو ديسباس دو طرافاي نخليوه، ونزيدو غير لي بلاكار على حساب البيدجي. دونك الفيلا على حساب البيدجي ديال لا بيرسون اللي شراها. على بركه الله غادي نطلعوا للبريمير ايطاج نشوفوا اربعه ديال الغرف. يا ربي قبل ما نطلعوا للبريمير ايطاج غادي نشوفوا هاد الشومبغ دامي اللي كاينه في اللي حدا الصالون علي من ديالي. هذه هي لا شومبغ دامي اللي كاينه هنايا، وعندها جوج ديال الشريجمات على الجرده علي من، وعندنا هنايا طواليت دانفيتي. هي هذه طواليت دانفيتي على اليسار ديالي، وهذه واحد الدخله اخرى اللي وريتكم قبل ما نطلع ما ندور الجهه اخرى. هذه هي طواليت دانفيتي، فيها جوج ديال لي فاسك. هذه الدخله الاخرى، غادي نطلعوا على بركه الله نشوفوا الغرف اللي كاينين في البريمير ايطاج.
الدروج كلهم بالرخام، انما الفيلا خاصها واحد شويه ديال الاصلاح، الا تصلحات غتولي تبارك الله مزيانه. وحتى الثمن ديال الفيلا راه مشجع جدا، 390 مليون. كي تندخلوا كنطلعوا على اليمين ديالي مباشره، كي تنطلعوا على اليمين ديالي كاينه لا سويت بارونتال ولا قلنا ابارتمون، وهنا واحد لا سال دو بان ديال هاد جوج بيوت، هي هذه لا سال دو بان. وعندنا هنايا لا شومبر بارونتال اولا لا سويت بارونتال، فيها على اليمين ديالي مباشره كاين سال دو بان. اون فاس ديريكتومون كندخلوا كاينه اون اوتر شومبر، وهذه ممكن نردوها دريسينغ، ممكن نردو هذا البيت هذا دريسينغ ونحلو على لا سويت بارونتال، ممكن نحلو على لا سويت بارونتال واللي مقابله مع لا تيغاس. ولا تيغاس اللي غادي نشوفو من بعد هي اللي كتشد شاده على ثلاثه ديال الغرف. هنا عندنا الغرفه الثانيه لا شومبر لا دوزيام شومبر اللي هي مقبله لا تيغاس مزيان، وهاد ثلاثه ديال الغرف كلهم مقبلين لو سود الجنوب، هذا البلاكار ديالها. غادي نخرج لا تيغاس، هذه هي لا تيغاس اللي شاده ثلاثه ديال الغرف، هذه هي الغرف لا تيراس اللي شاده ثلاثه ديال الغرف، هي هذه لا تيراس، ممكن نديرو فيها بيرغولا ونجلسو فيها. وهنا لا بيسين اللي دخلنا، وهنا لونطري ديال الطوموبيل. نعاودو نمشيو نشوفو الغرفه الثالثه والرابعه ولا الخامسة، حيت شفنا لا شومبر بارونتال فيها جوج. وعلى بركة الله نشوفوا الغرفة الثالثة أو الرابعة إلى حسبنا ديال لا شومبر بارونتال. مباشرة مقبلة حتى هي لو سود أوريونتي سود، وعلى لا تيغاس اللي صورنا من هاد الجهة، يعني عندها لاكسي لا تيغاس حتى هي. هادي الغرفة الثالثة. على بركة الله نمشيو للغرفة الرابعة، ومن الغرفة الرابعة غادي نطلعو نشوفو لا تيراس. هادي الغرفة الرابعة، هادي مقبلة لونوغ، عندها الشرجم ديالها لجهة لونوغ، وعندنا البلاكار ديالها فوالا. على بركة الله غادي نطلعو نشوفو لا تيراس. بسم الله. هنا غادي نشوفو مع الدخلة ديريكتومون من بروميير ايطاج، غادي نشوفو الحمام البلدي. الحمام البلدي كي تندخلو كاين هاد الكليسة هنايا، وعندنا الحمام البلدي هو هذا ديال الكليسة ديال الحمام، والحمام كيسخن بالغاز بالنسبة لله، حيت كلشي دايرة لا سيخ بونت بالنحاس. غادي نخرجو نشوفو السولاريوم لا تيراس. على بركة الله هذه هي لا تيراس. هنا لو ليست اللي كتطلع الشمس يعني الشرق، وعندنا الجنوب لو سيد هو هذا، والويست الغروب يعني الفيلا، والفيلا عاطيه الظهر ديالها لجهه الشمال. بالنسبه للثمن اللي كاين، الثمن ديال الفيلا راه هو تري ريزونابل، 390 مليون. هاد الفيلا هذه الا تخسر عليها شويه غتولي بيل فيلا في لو سونتر ديال مراكش، فيها 800 متر في الارض، ومبنيه فيها تقريبا بالباتي كامله واحد 500 متر. عجبكم الفيديو ما تنساو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد قناه موبيلي ماروك. دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم.